الواحد يا احد، يا فرد يا صمد، يا قيوم الى الابد. اللهم اذل الاسد، اللهم اذل الاسد، اللهم اذل الاسد، ارنا فيه يوما اسودا يا الله. اللهم مكن السيف من راسه والحبل من انفاسه واقتلعه من اساسه. اللهم طوق جيده وابرم قيده، اريناه حريقا غريقا او قتيلا يا الله او اسيرا سجينا. يا قوي يا كافي، يا مرسل الرياح السوافي، الحق بشار بالقذافي، الحق بشار بالقذافي. اللهم اقذف في قلبه الرعب، اللهم اقذف في قلبه الرعب، واركبه كل صعب، وغل يديه عن الشعب. من لآهات نسائنا إلاك يا الله، من لصرخات فتياتنا إلاك يا الله، من لآهات نسائنا إلاك يا الله. ذبحوا الأطفال يا رب، قصفوا المساجد يا رب، يريدون بشريعتك تغييبا يا الله. مزقوا قرآننا يا الله، دنسوا مقدساتنا يا الله، فلتتقعقع أبواب السماء من عندك رجاء يا الله، وليهتز عرشك غضبا رجاء يا الله، وليهتز عرشك رجاء منك يا الله. اللهم زلزل كيانهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم فرق أبدانهم يا الله. يا رب يا رب يا رب يا رب، انصر الجيش الحر في سوريا، ايدهم بتأييدك يا الله، ارمي برمايتك يا الله. وما رمينا اذ رمينا ولكنك انت الرامي يا رب. اللهم ارنا بهم يوما اسودا، ارنا باعدائنا يوما اسودا. اللهم اجعلهم عبرة لمن خلفهم، اجعلهم عبرة لمن خلفهم يا الله. لا تأخذنا على حين غرة ربنا إلا وجباهنا ساجدة لك في الأموي، لا تأخذنا على حين غرة خالقنا إلا وجباهنا ساجدة لك في العمري، لا تأخذنا على حين غرة إلهنا إلا وجباهنا ساجدة لك في القصر الرئاسي.